سيارة مرداد وماني حابة أوقف على المسرح، حستني كده بعيدة عنكم، فحقعد هنا إذا ما عندكم مانع. حابة أبدأ بس أعطيكم خلفية عني شوية. أنا مواطنة سعودية وعشت تقريباً 3/4 حياتي خارج المملكة وخارج أي دولة عربية، وتعليمي أغلبيته كان بالإنجليزي، فكان ولما زال خوف اللغة العربية بالنسبة لي كان جداً صعب إني ألاقي. واجهت صعوبات كثيرة إني في قراءة. سوري مش سامعيني؟ طيب كذا أحسن؟ أوكي. فواجهت صعوبات كثيرة لما جيت مثلاً أحاول أقرأ كتاب باللغة العربية بالتحديد بالفصحى، وزي ما أنتم شايفين طبعاً كالعادة اللهجة تختلف جداً عن 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 الكتابة أو القراءة بالفصحى. فهذا كان أول واحدة من أول الحواجز بالنسبة لي لما جيت أشتغل في طيران مهرجان الإمارات، ولقيت نفسي إنه واحدة من القليلين جداً اللي ناطقين باللغة العربية. فلقيت نفسي أتركت بإيميلات ورسائل باللغة العربية وأصعب بكثير من اللغة الإنجليزية بالنسبة لي. بس الحمد لله كان لي دعم كثير من أهلي وكمان من طيران مهرجان طيران الإمارات، ولقيت نفسي بشتري كتب أكثر باللغة العربية. بس أول شيء كان إني أواجه، خلينا نقول أواجه اللغة العربية الفصحى، كان جدا صعب لأنه كان intimidating كان بالنسبة لي إني أقدر حتى أبدأ إني أفهم، وكان القاموس طبعا دائما جنبي. فبدأت بقراءة الكتب باللغة العامية أو بالتحديد باللهجة المصرية اللي طبعا تنفهم لي يعني بأسهل بسهولة أكثر بكثير. وكنت أتمنى إنه كان عندي السلاسة بنفس الطريقة كيف كنت أتكلم بالإنجليزي، إني أقدر يعني إنه كان يجيني بمنتهى السهولة إني أتكلم عربي، ولكن طبعاً ما كان الحال. فلقيت إنه واحدة من الحاجات الكبيرة اللي واجهتها إنه ما كنت لاقية كتب للقراءة للاستمتاع أو للمرح أو أي شيء تحبين تقولوا عنه. ما لقيت إنه كان في كثير في 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 يعني ما كان في دعم في المدارس العربية للقراءة للاستمتاع فقط، مش لأجل التعليم أو لأجل أي شيء ثاني، بس فقط قراءة لأجل القراءة. وهذه واحدة من الحاجات اللي منتشرة جدا في المناهج الإنجليزية وفي المدارس الإنجليزية، وكان شيء أنا يعني شخصيا أثرني، كان له أثار كبيرة علي، إنه حاجة حزنتني جدا إنه اللغة العربية مهما كان طبعا أول شيء لغة القرآن الكريم ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ثقافتنا كلها اللغة العربية، أساسها اللغة العربية. وكنت حاسة وللآن هذا الجيل بيستبعد أكثر من اللغة العربية وصار يتقرب أكثر للغة الإنجليزية من عدة القنوات، من التلفزيون للمدارس، المناهج في المدرسة، لكل شيء صار، حتى لغة البزنس صارت إنجليزي وصارت منتشرة جدا. والجيل الجديد صار بيستبعد أكثر وأكثر من اللغة العربية، وصار الخوف يعني خلاص، ما هو الواحد لما يخاف يستبعد عنها ويختصر ويروح في لغة هو فاهم ومتمكن فيها أكثر. وللأسف هذا شيء المهرجان طبعا بيحاول، إننا هذا واحد من الحواجز الكبيرة مع الطلاب، إنه بنحاول إننا ندعمهم ونوريهم إنه لا بالعكس في استمتاع في اللغة العربية، وهذه لغة جدا مهمة ولغة صعبة، إنه إحنا في يعني جدا محظوظين إن إحنا أهلنا كانوا بيكلمونا بالعربي وهذه لغتنا، إنه طالما الواحد عنده أساسيات اللغة يقدر يطورها ويقدر يحسنها. وهذه واحدة من الحاجات اللي أنا أمي بنفسها حاولت توضح لي هي. فطالما كان في الأساس في إمكانية إنك تكتشف اللغة العربية بكل جمالها. فهذه كانت أنا شخصياً كانت الصعوبات اللي أنا واجهتها في اللغة العربية، وإني أحاول إني أمارس اللغة العربية أكثر وأكثر. وزي ما أنتم شايفين للآن برضو في لسه مش يعني ما أتكلم، أكيد الإنجليزي عندي أحسن بكثير من العربي. بس الواحد لازم يواجه أكبر صعوبات في حياته
عشان هذه هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نتعداها. فهذه بس خلفية عني أنا شخصيا. أما بالنسبة للمهرجان فأكيد واحدة من أهم الحاجات عندنا تعزيز اللغة العربية، ونفعل هذا الشيء بكم يعني بعدة الطرق. واحدة منها المسابقات الكتابية اللي عندنا، فعندنا مسابقات اثنين، واحدة للشعر وواحدة لكتابة القصة القصيرة. مسابقة الشعر اسمها مسابقة تعليم للشعر، تعليم اللي هم السبونسرز مش تعليم الكلمة. فجائزة تعليم للشعر وجائزة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر الخاصة بكتابة القصة القصيرة. هناك 4 فئات عشان أقول لكم كيف تقدروا تشاركوا وتدعموا وتشجعوا الطلاب إنهم يشاركوا باللغة العربية. وواحدة من الحاجات اللي أنا واجهتها السنة اللي فاتت إنه كنت لاقي كثير المدارس اللي منهجها عربي كانوا بيشاركوا باللغة الإنجليزية. طب ليش؟ هذا هو سؤالي، ليش؟ لأنه أنتوا كذا أول شيء أصعب على 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 الطلاب، لأنه أكيد بيتنافسوا مع ناس منهجهم كله إنجليزي وتعليمهم كله بالإنجليزي. وفي نفس الوقت كانوا بيقولوا لي إنه الطلاب نفسهم مش حابين يشاركوا باللغة العربية، وهذا الشيء طبعاً أنتوا كمدرسين أكيد بيؤسفكم وأنا كمان. فبنحاول قدر ما نمكن يعني إنه نشجع الطلاب إنهم يشاركوا باللغة العربية، وإنه بالعكس حتى لو ما فازوا هي عن الفكرة إنهم حاولوا، على الأقل كانت تجربة. أي لغة كلها اللغة تتحسن بالممارسة، وهذا أهم شيء. وهذا الشيء أكيد أنتوا أكيد بتقولوا لطلابكم، بس أتمنى إنكم لو حتشاركوا معنا تشاركوا باللغة العربية. فأرجع للمسابقات معلش، فعندنا 4 فئات، 11 وما دون، 12-14، 15-18 و18 وما فوق. ولكل فئة من الفئات في حد أقصى من عدد الكلمات، وهذا تقدروا كله تلاقوه على الموقع الإلكتروني حقنا اللي هو www.emirateslitfest.com. وإذا حابين عادي عندي حوريكم، حيكون موجود على السكرين. فهذول المسابقات الكتابية، فمسابقة القصة القصيرة ومسابقة الشعر، والفائزين كلهم يتم تكريم الفائزين خلال المهرجان اللي حيتم بين 4 و8 مارس هذه السنة. غير كذا عندنا مسابقة كأس القراء، مسابقة شيفرون لكأس القراء اللي هي للمدارس فقط، لكل فئة. ففي فئة الابتدائية والفئة الإعدادية والثانوية، في كل فئة تقدروا تسجلوا فريقين، الفريق الواحد له 4 طلاب، يستوي من 4 طلاب، فيقومون بمطالعة 4 كتب مختلفة للكتاب والمؤلفين المشاركين معنا في المهرجان في هذه السنة 2014. فأول 3 كتب يقروها كلها مع بعضها، وتكون الجولة تتم الجولة الأولى داخل المدرسة. طبعا احنا حنكون موجودين، والتصحيح كله في حكام لكل شيء، بس أول جولة حتكون في المدرسة. الجولة النهائية حتتم في المهرجان نفسه. في أي أحد شارك في كأس القراء قبل كذا؟ ما في. طب كويس، إذن أتمنى أنكم تشاركوا معنا هذه السنة. كأس القراء جدا مهم، جدا مهم، لأنه أول شيء مشاركة المدرسة ومش الطلاب فقط، مش الطلاب المتفوقين أو اللي حابين هم بنفسهم يشاركوا. المسابقات الكتابية مش لازم تكون يعني من المدرسة نفسها، ممكن الطلاب بنفسهم يشاركوا لوحدهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني. كأس القراء للمدارس فقط، فهذه فرصة مش بس للطلاب، بس كمان فرصة للمدارس، وكمان الفائزين اللي فازوا معنا السنة اللي فاتت كان شيفرون اللي هم السبونسرز حقين الكومبيتيشن، أعطوهم فاوتشرات 2000 درهم ليشتروا كتب من مكتبة بذور، which is فرصة حلوة جدا، وللمكتبة حتى للمدرسة. تقام الجولة الأولى للمسابقة في موقع مركزي، وعادة يا تكون هنا في هذه الجامعة أو في KHDA أو في المدرسة نفسها، وتتألف من اختبار كتابي حول الكتب الأربعة.
تتأهل الفرق الثمانية إلى التي تحقق أعلى النتائج من كل فئة عمرية للتنافس في الجولة النهائية التي ستتم في مهرجان طيران الإمارات للآداب اللي بحيكون في الانتركونتيننتال في فستيفال سيتي. غير كذا المهرجان نفسه احنا نعزم مؤلفين وكتباء من جميع أنحاء العالم وكثير من العرب. بس في السنين الماضية كانت عندنا جات نوال السعداوي، هذا أكبر اسم أقدر أفكر فيه صراحة. بس وعندنا طبعا برنامج للأطفال أيضا، وفي من جلسات لورش عمل وكذا. وكمان نعزم المدارس في احنا نسميه اليوم التعليمي، اللي هو نعزم المدارس مجانا انهم يحضروا جلسة لواحد من الكتاب. السنة فاتت كان عندنا شاعر اسمه عادل خوزان، ما ادري اذا عدى عليكم الاسم وتعرفوا الاسم، بس اعطاهم جلسة. كانت الجلسة كبيرة تقريبا 450 طالب، وكانت عن هو كيف حب كيف 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 نشأ يعني حبه للشعر. والطلاب أحلى شيء كان ردة فعل الطلاب لما طلعوا ووقع لهم الكتاب، وكان بجد الحماس أنا ما عمري شفت كذا. فهذا شيء يبسطنا، إنه القراءة لأجل القراءة فقط، القراءة لأنها مهمة، القراءة أهم شيء كأساس في أي لغة. فأتمنى أنكم تشاركوا معنا في كأس القراء، لأنه له أهمية مش بس في المهرجان، بس للطلاب وللمدارس كمان. غير كذا في عندنا السنة هذه قدمنا أو بدأنا مسابقة جديدة اسمها القصيدة عن ظهر القلب، وهي تعتبر عن يعني أعطيكم الخلاصة إنها مسابقة عن إلقاء الشعر مش عن كتابة الشعر. فكيف الطالب، وهذه للفئة العمرية من 15 ل 18، لأنه لازم يكونوا كبار شوية عشان to really زي ما يقولوا connect with مع القصيدة. فحتكون في قائمة قصائد حنوفرها على الموقع الإلكتروني، والطلاب يقدروا يختاروا. أول مسابقة هذه مسابقة تمت في بريطانيا اسمها Poetry by Heart هناك، وإحنا جينا وحاولنا نطلقها كمسابقتنا إحنا. فواجهنا صعوبات، ولكن نتمنى إنكم تشاركوا. عندنا من الحاجات حتكون في لستتين، قائمتين، واحدة زي ما نقول الشعراء من يعني الأجيال اللي فاتت أو الأيرز اللي فاتت من الشعر الكلاسيكي، وعندنا القائمة الثانية حتكون من الشعراء اللي كانوا معنا في المهرجان في السنين الماضية والشعر النبطي. فشفت وجيهكم اتغيرت أول ما قلت نبطي. فالشعر النبطي طبعا هذه أول مرة نستخدم أي شعر مش كلاسيكي، فتجربة، فاصبروا معانا شوية. بس أتمنى أنكم حتشاركوا لأنها جدا حلوة كمسابقة، والجولة الأولى حتتم في المدارس نفسها. فإحنا نثق فيكم كحكام أنتوا تحكموا مين تبوا ترشحوا يروح للجولة النهائية، فهذا فنثق فيكم واختياركم طبعا. فهذه هي آخر واحدة، وهذه كذا صارت أربع مسابقات. هذه المسابقات تقدروا تشاركوا كل التسجيل على الموقع الإلكتروني. كأس القراء حيكون البيانات اللي تنطلب حتكون بس اسم المنسق، اسم المدرسة، كم فريق تبوا تسجلوا، فكحد أقصى فريقين في كل فئة. المسابقات الكتابية اللي هي للقصة القصيرة وللشعر حتكون للطلاب، ولكن نحتاج موافقة أولياء الأمر، اللي ساعد صعب للمدارس إنه يجيبوا الموافقة، فيدخلهم يسووهم نفسهم يا أنتوا تساعدوهم. غير كذا عندنا اللي هو من ضمن اليوم التعليمي الزيارات للمدارس، فناخذ كل المؤلفين والكتاب اللي حيحضروا في 2014 ويزوروا المدارس في دبي، في الشارجة، في جميع أنحاء يعني في كل الدولة. ولكن طبعا في ضغط كثير على الكتاب، وفي مدارس أكثر بكثير من الكتاب والمؤلفين اللي بنجيبهم كل سنة. فالعادة نطلب المدارس إنه يعطونا سبب، بمعنى إيش قصدي بسبب؟ إنه ليش أنا حاعطيكم هذا الكاتب؟ لازم أحس إنه أنتم
الطلاب مثلا حابين الكاتب او حابين او الكاتبه او انه المدرسه محتاجه مثلا اكثر انه احد يجي يقرا لهم او 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 يحببهم في اللغه العربيه. فهذه واحدة من الحاجات. غير كذا عندنا كمان شيء اسمه The Fringe اللي هو على هامش المهرجان, بس اللي هي كل ال سامحوني بس شوية ضيعت ال فيوفر المهرجان فرصة رائعة لكل الزوار والمواطنين والقائمين في دولة الإمارات إلى الاستمتاع إلى قراءات مبدعة والمشاركة في ورش عمل, بالإضافة إلى الاستمتاع بالفرنج اللي هو فرصة للأطفال وللطلاب أنهم يشاركوا في خارج المدرسة في أي performances هم حابينها, من بمعنى إن كانت عرض موسيقي أو عرض أو ألعاب شعبية أو إلقاء شعر أو كل هذا أي شيء كان تقدر برضو هذا التسجيل أونلاين. والفرنج كمان كان شيء جدا مهم, إنه إحنا حسينا إنه المهرجان هذه فرصة غير للطلاب إنه يشاركوا في شيء تاني خارج المدرسة, لأن عادة كل الأعراض الموسيقية أو لو إلقاء الشعر أو أي شيء يكون داخل المدرسة ويكون للأهل أو للمعلمين أو المدرسين. فهذا حسنا أنه بالعكس هذه فرصة نعطيها للطلاب أنهم يأدوا خارج المدرسة. والسنة اللي فاتت كان في كانت من 5 إلى 9 فنقول 4 أيام, خلال 4 أيام كان عندنا أكثر من 30,000 شخص دخل أو خرج من المهرجان, يعني عدى على المهرجان خلال 4 الأيام. فأكيد هذه فرصة كبيرة للطلاب وتعطيهم مجال أنهم يعني أنهم تشوكيس المهارات حقتهم, إن كانت في المسابقات أو إن كانت في أدائهم في حاجات تانية. غير كده المهرجان عامة يشجع القراءة والكتابة, وعندنا حاجات كثيرة الآن بتصير في which is part of شيء اسمه الباب المفتوح, اللي هي كل الفعاليات اللي بتحصل خارج فترة المهرجان. فمن ضمنها عندنا ورشات عمل في أكتوبر, أظن آخر أكتوبر ونوفمبر ويناير إن شاء الله, وكل المعلومات برضو موجودة على الموقع. فإذا حابين تبعتوا طلاب يجوا مثلا يخشوا ورشة عمل عن كتابة القصة القصيرة أو شيء زي كذا. عندنا حتى طبعا أكيد ورشة العمل في المهرجان نفسه حتكون. السنة اللي فاتت كان عندنا كيفية كتابة القصة القصيرة والأطفال استمتعوا كثير بها واستفادوا بها, اللي هو أهم من كثير من بس الاستمتاع, كمان استفادوا منها كثير. وأكشي واحد طالب كان مشارك معنا السنة قبل من سنتين كان في ورشة العمل, والسنة هذه كان فائز في مسابقتنا للقصة القصيرة, فكانت very nice combination يعني. فبس هذا هو عامة عن المهرجان, وهذا هي الطرق الكثيرة اللي احنا بنشجع القراءة والمطالعة, وهذا هو صراحة ما عندي أكثر من كده. إذا عندكم أي أسئلة أو أي اقتراحات أو تفضل. شكرا. بالنسبة لمهرجان المتعلق بالكتابة, ممكن تطلعينا على المعايير اللي بيستخدمها المصححين في تدقيق الأعمال؟ أقدر أبعث. أوكي. عامة بس عشان أفهمكم, الحكام اللي بنستخدمهم في المسابقات كلهم يا شعراء يا لهم يعني لهم ثقل, خلينا نقول في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الأدب. فما هم يعني مثلا السنة اللي فاتت كان عندنا كم شاعر شارك من ضمن لجنة الحكام, فأقدر أبعث لك هي شخصيا إذا حابب. في معايير. أما إني أنا أقول لك هي الآن الطلاب على أكيد طبعا. بس لما نتكلم عن كأس القراء مثلا, لأنه الوقت محدد جدا ما نقدر نتعمق كثير في فهم الطلاب, فحيكون أكثر الأسئلة حتركز أكثر على تفاصيل الكتاب, فحتكون أسئلة عن تفاصيل معينة مثلا الكاتبة كتبت أو وصفت عنها عن يا شخص في القصة, يا
ايا كان. فبنحاول انه يكون اكثر عن الفهم واكثر انه نتعمق اكثر في 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 الاسئله وفي الاجابات. بس للاسف لانه هو الوقت جدا محدود لانه عندهم 4 كويزز يعني اسئله وعلى كل كتاب على 4 كتب. فاول حيطلعوا على 3 كتب في اول لاول جوله, واللي يتاهلوا للجوله النهائيه حنعطيهم كتاب يعني واحد كتاب كمان على on top of it. فأربع كتب كلها على بعضها. بس في آخر في الجولة النهائية حيضطروا يردوا على الثلاثة اللي already ردوا عليهم plus طبعا الكتاب الجديد. وعادة نحاول أنه نديهم فرصة أنه يقابلوا الكاتب إن كان مشارك معنا في المهرجان السنة هذه. تفضل. هل هنالك كتب او بروشورات تبين تفاصيل؟ عندي بروشورات برا كنا على الطاوله. هل هنالك كتب او بروشورات تبين تفاصيل هذه المسابقات وشروط الاشتراك فيها مثل ضربة المدارس وللمدارس ايضا؟ اوكي. كل انا ما ابغى اعيد نفسي بس كل التفاصيل موجوده على الموقع اوعدك. فكل الشروط والاحكام تقريبا كل شيء موجود. بالنسبة لليفلت عندي برا, عندي فلايرز أقدر أعطيك إياها. بس كل شيء موجود على الموقع. أنا حأعطيكم إيميلي كمان إذا حابين تتواصلوا معي إذا عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي شيء. بس عامة كله موجود هناك. وعندي كمان Do we still have the books? The short story book. Yeah. Okay. عندي الكتب. So في كتاب في المسابقتين الكتابية اللي هي القصة القصيرة وللشعر, الفائزين ننشر قصصهم في كتاب كتيب. which أنا أحس إنها فرصة حلوة لأي كاتب حابب يعني إنه ننشر في هذا السن بالذات, حلو جدا. فعندي الكتب إذا حابين تاخذوها عشان تاخذوا يعني بس تاخذوا فكره عن ايش الحاجات اللي نحتاجها. ايوه ستاند برا يعني؟ في ستاند برا بس مش من الناحيه الاسلاميه بس من ناحيه الادب والاداب. اي هل هو ممكن كمان يعني بكف يعني هي اول السلمه بنستغل ادبيات الاسلام الفعاليات الاولانيه بالحياه وبعدين بنطلع. لا اكيد معك حق وانا حقترحها عليهم يا كثير. انا شايله هم هذول الطلاب خاصة المسلمين العرب يعني هاي هدف في الحياة. فما بدور على أي شيء ممكن إن أنا أجذبهم يعني بكفي الثقافة اللي هم عندها من فهماني ما بدي الثقافة بتاعت البيئة اللي هم تربوا فيها أو الباك جراوند تغطي على الخلفية الإسلامية يعني هاي أنا حسان هي a big mission يعني. لا صح معاكي حق وخلاص ممكن أتكلم معاكي بعد الجلسة. بس أوكي شكرا. أي شيء تاني اقتراحات تانية؟ أنتوا مستعدين تطلعوا؟ خلاص لا. I think that's it for me. شكرا. وإذا عندكم أي أسئلة وأي شيء تقدروا تكلموني بعد الجلسة. شكرا.